بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الأول إلى أول كان قبله، والآخر إلى آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الحمد لله حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمله. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. أظهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. أخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وأنتم تعيشون تلك الأيام المباركة، أيام عيد الأضحى، ذلك العيد الذي يأخذ في تلك الأيام وعدا روحيا، حيث يقف المسلمون الوافدون على بيت الله ليجددوا البيعة مع الله عز وجل بعد فترة كانت فيها مناسك الحج، التي يجعل فيها المؤمن عزمه خالصا لوجه الله، بعيدا عن الرياء وعن السمعة، وإلا فقد أتلف ماله وأتعب بدنه، حيث يتذكر في سفره هذا سفر الآخرة، فعن قريب إلى الله يصير ونحوه يسير. ذلك السفر الذي هو سفر الآخرة أبعد من هذا السفر الذي يسافره الإنسان، والاحتياج فيه لذات من الأعمال الصالحة يكون أكثر. وما أشبه أخواني موسم الحج بيوم القيامة، حيث يفد الناس على الله، ففي دخولهم إلى مكة يعلم المؤمن أنه قد انتهى إلى حرم آمن، وليرجو عنده أن يأمن بدخوله من عقاب الله ومن عذاب الله. ولهذا كما في الرواية أخوان الأعزاء، الوفود على الله، القلب الآمن حينما يكون مؤمنا بالله وبرسوله وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إمامنا الباقر عليه السلام يلتفت إلى قتادة بن دعامة، يقول له: لو كان المعني بيت الله لقال تهوي إليه. لما قال إليهم؟ لأننا نحن دعوة إبراهيم عليه السلام، هم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الباقر عليه السلام: من هوانا قلبه قبلت حجته، وإلا فلا. أخواني الأعزاء، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فإذا لا يكون الفرد آمنا إلا بولاء محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. صل على محمد وآل
محمد. إذن يرجو الإنسان أن يكون آمناً، فهو آمناً بهذا الحب وبهذا الولاء وبهذا التوجه إلى أهل البيت. وفي وقوع البصر على البيت نستحضر عظمة البيت في القلب، إنه حاضر بين يدي رب البيت، ويرجو أن يرزقه لقاءه في الآخرة كما رزقه لقاء بيته في الدنيا، وليتذكر انصراف الناس في يوم القيامة إلى جهة الجنة آملين دخولها كافة، فيؤذن لبعض ويمنع الآخرون. إخواني نهنئ إخواننا الحجاج في طوافهم بالبيت متشبهين بالملائكة، الحافين حول عرش الله، الطائفين حوله. في تلك الأجواء يصر المسلم الحاج أن يستلم الحجر ليبايع الله على طاعته والتجنب لمعصيته، فقد روي أن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه كما يصافح الرجل أخاه، ويتذكر عند تردده بين الصفا والمروة تردده بين كفتي الميزان في عرصات يوم القيامة، ليمثل الصفا بكفة الحسنات والمروة بكفة السيئات، ويتذكر تردده بين الكفتين ناظرا إلى الرجحان والنقصان، مرددا بين العذاب وبين الغفران. وفي الوقوف بعرفة يتذكر بما يرى من ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات واختلاف اللغات والألوان واتباع الفرق أئمتهم في الترددات على المشاعر اقتفاء لهم سيران سيرتهم عرصات يوم القيامة واجتماع الأمم مع الأنبياء والأئمة واقتفاء كل أمة نبيا يوم ندعو كل أناس بإمامهم. في الوقوف بالمشعر الحرام إخواني أخواتي يشعر المسلم بأنه قد أقبل عليه مولاه بعد أن كان مجبرا عنه، طارد له عن بابه، فقد أذن له في دخول حرمه، فالمشعر من جملة الحرم، وعرف خارج عنه، فقد أشرف المسلم على أبواب الرحمة، وهبت عليه نسمات الرأفة، واكتسب خلع القبول بالإذن في دخول حرم الملك الجبار. هكذا أخواني حينما يرمي الجمار يقصد به الانقياد لأمر الله إظهاراً للرق والعبودية وانتهاضاً لمجرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس، ليتشبه بقصده بالخليل إبراهيم حيث عرض له إبليس عليه اللعنة في هذا الموضع ليدخل عليه الشبهة، فأمره الله أن يرميه بالحجارة طرداً له وقطعاً لأصله. هكذا حتى يختم الحاج بذبح الهدي، صورة أخرى لإخلاص نبي الله إبراهيم وإجابة ابنه المطيع لأمر الله حينما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. إبراهيم الذي رزقه الله بالولد بعد أن شاخ وتقدم بالعمر، وإسماعيل المتدفق حيوية وشباب ونضارة يستعد لأمر الله، وإن كان ذلك في قتله وذبحه لكن شيئا من ذلك لم يتم، حيث بلاه الله بكبش عظيم. إذن إخواني هذه الليالي وهذه الأيام، هذا اليوم الذي نقف به نقف مع حجاج بيت الله، نعم وهم يرفعون أيديهم بين يدي الله، نحن أيضا نتضرع سائلين المولى يتقبل منهم
هذا الحج وهذا الذهاب إلى الله والسفر إلى الله سبحانه وتعالى، راجعين إن شاء الله سالمين آمنين مقبولين عندك. نسأل الله عز وجل نقول اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول رب العالمين أبي القاسم محمد. على بيته الطيبين الطاهرين وعلى وصي رسول رب العالمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدتي سائر العالمين سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء وعلى سلطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين سيد الساجدين وزين العابدين وعلى محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وعلي بن موسى الرضا وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي العسكري وعلى الحجة بن الحسن المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه. أما بعد، فقد ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. طريق الجنة أخواني طريق ذات الشوكة، طريق يحتاج منا أن نعمل ويحتاج منا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بما نمتلك من طاقة. وكذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في موضع آخر يقول: امشي بدائك ما مشى بك. الإنسان المؤمن تمر به جملة من الظروف، لكن يأخذ أحمزها على نفسه أصعبها على نفسه، لأنه دائما يأخذ طريق الاحتياط، طريق الذي ينجيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهكذا الطريق إلى الله ليس طريقا مفروشا بالورد، دائما فيه معاناة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإنسان وخصوصا أنتم ذلك المجتمع وغيره، كل من حمل حب وولاء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم يتحمل بالحقيقة ضريبة ثانية. الضريبة الأولى هي ضريبة الإسلام والتوجه والتدين الذي هو أمانة في عنق كل إنسان أينما كان، في المسجد، في العمل، في بيته، في كل مكان هو مسلم يتحمل المسؤولية التي على عاتقه. أما المسؤولية الأخرى هي مسؤولية الولاء والحب. هذه المسؤولية هي مسؤولية خاصة، مسؤولية الحب والولاء لمحمد وآل محمد. صلى على محمد وآل
بما أنه أخواني نحن نتحمل هذه المسؤولية، ومن كل موقع الإنسان يؤدي هذه المسؤولية يحافظ على دوره كمسلم كمصلي على الكثير من الأجواء التي ينبغي أن يلتفت إليها، وخصوصا مع مراعاة أننا نحن نقول دائما في بلد توفرت فيه الحرية للإنسان المسلم، وتوفرت فيه جوانب العقيدة أن الإنسان يمارس شعائره وطقوسه كما يحب، ولكن ما ظهر أخواني مما يستدعي الضمير الإنسان المسلم أن يتوجه وأن يقف وقفة، لأنها وقفة الدين والعرض والعقيدة وكل شيء، خصوصا في هذه الفترة المتأخرة. يعني ما ظهر في ساحة كبك بالذات بالحقيقة من الأمور المنتهبة التي طرحت الساحة، طرحتها الحكومة الكبكية مشروع لتعديل قانون القيم الكبكية الذي يحفز الإنسان المسلم أن يقف وقفة مع عقيدته لعقيدته في واقع الأمر أخواني الأعزاء، لأنك أنت مسلم بعنوان هوية عقيدتك وتمسكك بعقيدتك تكون موضع احترام وموضع إجلال، وخصوصا الدفاع عن الرموز والمقدسات التي قدسها القرآن وقدستها السنة وذكروها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. خصوصا أخواني تعلمون أن هناك المشروع الذي طرح له عدة بنود كان أخطرها بالحقيقة هو منع الرموز الدينية كالحجاب وغطاء الرأس الذي يرتديه مثلا الفرد اليهودي في مؤسسات الدولة وملحقاتها بالنسبة للموظفين، كذلك مثلا منع النقاب سواء للموظفين أو لمنتقي الخدمات مثلا كالمراجعين متلقي بعض الخدمات. المشروع أخواني طرح للنقاش العلني والإعلامي، ولكن كما تعلمون لم يطرح بعد التصويت في البرلمان الكبكي. الحكومة الكبكية حالياً هي حكومة أقلية كما لا يخفى عنكم، بمعنى أنها بحاجة إلى التحالف مع حزب آخر لتمرير مثل هكذا مشروع. طبعاً جزا الله خيراً الأخوة في الجالية تحركوا لعله من 50 مؤسسة ومركز ومؤسسة وتجمع إسلامي في مونتريال وضواحي مونتريال اتفقوا على العمل المشترك والموحد تحت اسم كبكيون مسلمون من أجل الحقوق والحريات. وقد اتخذ هذا التجمع كما أنتم أعرف عدة خطوات بالحقيقة عملية، منها إعلامية كمؤتمرات صحفية جماهيرية مثلا، منها مظاهرات ومسيرات، ومنها سياسية كاللقاءات والاجتماعات مع الوزير مثلا المعني والأحزاب المعارضة وما شابه ذلك. وهذا بالنتيجة أيضا هناك تم تنسيق للتجمع للجاليات، نعم المتضررة كالجالية السيكية والمسيحية واليهودية وما شابه. وجزا الله خيرا الأخوة في مسجد أهل البيت عليه السلام عليهم السلام بإدارة أيضا مشروع إرسال رسائل خطية بالبريد المطبوع من أفراد الجالية المترددة على المراكز، أفرض الأربعة الموجودة مثلا مسجد أهل البيت عليهم السلام، حسينية الحوراء زينب عليه السلام في لاسال، مؤسسة الإمام الحسين سلام الله عليه، مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية، كل مثلا إلى النائب الممثل له في البرلمان لحثه على التصويت ضد المشروع في حال طرحه للتصويت. المطلوب منا أخواني نحن وناس يعني يفترض أن نكون أكثر حرصا على هذا الأمر حضورا وصولا للصوت الإسلامي الموالي الموحد. ينبغي أن يكون هناك دور موحد من كل الجالية بالحقيقة، وهو مثلا المشاركة في المظاهرات والمسيرات، لا يتأخر أحد ولا يتخلف أحد، لأنها قضية تمس الرمزية وتمس العقيدة وتمس المذهب أخواني الأعزاء. التحركات أيضا السلمية لإظهار القوة الجماهيرية للجالية في الشارع وبيان قوة المقدس، لعل الطرف الآخر لا يعلم بالحقيقة مدى أهمية هذه المفردة في حياة الإنسان المسلم ومدى قداستها. هنالك أيضا تجمع من الجالية السيكية قرب حسينية الحوراء زينب عليه السلام في لاسال يوم الأحد القادم ظهرا، وهنالك أيضا مسيرة كبرى مهمة
في يوم الأحد الذي يليه 27/10 وسط البلد، وأيضا المشاركة أخواني الأعزاء على مستوى الانتخابات أيضا لها دور وأهمية لدور المسلم وعرفان صوت المسلم الذي يعطي حقه لمن حتى يرون الحقيقة وصوت لمن في الانتخابات البلدية القادمة، لأن وزن الجالية السياسي إخواني تحدده كثافة أصوات الناخبين والحاضرين، حيث أن الأحزاب تعلم أعداد المشاركين في الانتخابات، وهذا له تأثير إخواني الأعزاء. فإن لم تكن الجالية ذات أرقام انتخابية عالية لن يستمع السياسيون للمطالب، ولن يستمعون لنا، ولن يستجيبوا لمطالبنا أخواني الأعزاء. كذلك ليس هناك عذر في ذلك كأن يقول الفرد بأنه لا يعرف إلى من يدلي بصوته، لأنه في هذه الحالة يستطيع أن يصوت بورقة بيضاء بدون اختيار أي مرشح كأضعف الإيمان، وسيسجل في سجل النافذين أنه صوت، وهذا يحسب لصالح الجالية. إذن تواجد الجالية وبالحقيقة حضور الجالية وصوت الجالية مهم إخواني في مسألة الانتخابات، لخطر الموضوع بالحقيقة على مستقبل الجالية في كبك، لأنه بالواقع الولايات الأخرى والجاليات الأخرى في الولايات الأخرى قلبها مع هذا بالحقيقة الذي صدر من إعلام خطير ضد رمزية وقدسية الفرد المسلم في كبك. كذلك إخواني نحن نتذكر مع هذه الأشياء التي تحدث في مونتريال وجوب المشاركة في الانتخابات، مثلما صار مثلا أن المرجعية أوجبت الانتخابات في العراق عندما تعلق الوضع بوجود المسلمين وكيان المسلمين ومظهر المسلمين، وبالحقيقة الإسلام إخواني الأعزاء حفاظا على كيانه هو بحفاظ على رمزيته وعلى قداسته وعلى حجابه وعلى عفته، إن سلب هذا تسلب أشياء كثيرة نستجير بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع تلك الأصوات التي تنشد محبة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، ونسأل الله عز وجل إن شاء الله نصر للإسلام. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وأن ترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، إنك أنت أرحم الراحمين. أسأل المولى أن يحفظكم جميعا ويتقبل منا ومنكم جميعا، وأن يعيده علينا وعليكم إن شاء الله وعلى بلدنا في العراق وعلى جميع المظلومين والمحرومين إن شاء الله باليسر واليمن والبركة، إنه حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على